بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم والذي يوافق 9 مارس من كل عام، قام المشير عبد الفتاح السيسي نائب رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، يرافقه الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. كما قام المشير السيسي بقراءة الفاتحة على قبر الزعيم الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام. وفي نهاية الاحتفال قام المشير السيسي بمصافحة عدد من قدماء قادة نصر أكتوبر وكبار قادة القوات المسلحة. وعزفت الموسيقات السلام الوطني.